السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. قرر مجلس الأمن الدولي جرب الفلسطينيون المفاوضات المباشرة 100 مرة وفشلت فشلا ذريعا، وذلك بحسب تصريح لياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بوضعها القانوني كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتطلب من مجلس الأمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان الدولة الفلسطينية، حيث تقدمت المملكة الأردنية الهاشمية رسميا بمشروع قرار يدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017، إلا أن إسرائيل وصفت المشروع بأنه خدعة فلسطينية، وأن على مجلس الأمن عدم تضييع الوقت في الحيلة الفلسطينية. ثم لخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموقف بأن المشروع لن يسرع عملية التوصل للاتفاق، لأن الأوضاع حسب ما يقول ستبقى على ما هي عليه ما لم يوافق الجانب الإسرائيلي على ما فيه. حرب التصريحات بين الجانبين لم تتوقف في الوقت الذي بدأت فيه المعركة السياسية والدبلوماسية في أروقة مجلس الأمن الدولي وكواليسه، تعني أن أطرافا إقليمية ودولية لم تستطع وقف التحرك الفلسطيني خارجه، فهل ستعمل على إجهاضه داخله عند التصويت عليه؟ أهلا بكم في شؤون الساعة، حول محطة دقيقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أحد أهم مساراته، بحثا عن مستقبل الدولة الفلسطينية التي تواجه تحديات كثيرة وما زالت. ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية لمناقشة هذا الملف من فلسطين عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن القاهرة الدبلوماسي والأكاديمي دكتور عبدالله الأشعل، وينضم إلينا من واشنطن دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. فاصل قصير نفتح بعده النقاش، أهلا بكم. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، وأرحب بضيوفي مجددا، وأذهب إلى فلسطين مباشرة مع الأستاذ عباس زكي. أستاذ عباس، أن تصل متأخرا أفضل من عدم الوصول، هل يمكن أن نطبق ذلك على الخطوة الفلسطينية بالاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي بعد اعترافكم بأنه لا يمكن الوصول إلى حل عن طريق المفاوضات مباشرة مع إسرائيل حتى ولو بعد 100 مرة كما أشار عبد ربه؟ نعم، نحن بعد تجربة مريرة 20 عام من حوار الطرشان أو من مفاوضات عبثية، وإسرائيل تزداد تطرفا ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهويد حتى المقدسات، هذا أمر في منتهى الخطورة، وبالتالي كل اللي شاركوا في عملية السلام وخاصة الولايات المتحدة حكمت بالموقف الإسرائيلي، أي لا يستطيع وقف استيطان، لا يستطيع وقف جرائم إسرائيل التي بلغت حدا لا يطاق، وبالتالي لم يعد أمامنا إلا أن نذهب إلى معادلات جديدة ومرجعيات جديدة عبر مؤتمر دولي، عبر مجلس الأمن، وهذا أمر أصبح يعني مفروض فرض مع تقديراتنا لكل الظروف، إلا أنه أي تأجيل كأننا نعطي الشرعية لجرائم إسرائيل. طيب، ما هي الضمانات أستاذ عباس في نجاح هذه يعني الآلية التي ستلجؤون من خلالها؟ هل من ضامن فعلا سنرى يوما إعلان الدولة الفلسطينية عبر يعني محاور دولية واعترافات دولية في القريب؟
يعني نحن الآن مسلحين بوعي وصحوة سواء في أوروبا أو حتى في شعب الولايات المتحدة الأمريكية اللي طلع بمئات الآلاف سواء في شيكاغو ولا في البيت الأبيض حينما تعرضت غزة إلى التدمير من جيش لا يعرف القتال إنما يعرف القتل فقط. وبالتالي هذا العالم بدأ يدرك إنه الشعب الفلسطيني له قضية عادلة وشعب مظلوم وفي هناك قرارات شرعية دولية. كل العالم يجب أن يجبر إسرائيل على يعني أن لا تكون فوق القانون الدولي. ونحن واثقون إنه لدينا من التجربة لدينا من الوعي لطبيعة الأوضاع أن نحول إسرائيل إلى عزلة طيب. كما كان في جنوب أفريقيا وغيرها لأنه نحن في معانا متضامنين ومعانا دول برلمانات أوروبا كلها الآن بتصوت لصالح الدولة الفلسطينية علما بأن بريطانيا هي اللي جاءت بإسرائيل بموجب وعد بلفور واضح واضح سيد عباس 90 سنة وضحت الفكرة صارت صحوة في نعم. بريطانيا فرنسا وضحت الفكرة سيد عبد الله. دكتور عبد الله الأشعل من القاهرة من الأفضل أن يتفرغ مجلس الأمن لما هو أكثر أهمية للبشرية مثل الهجمات التي حدثت في أستراليا وباكستان وألا يتم تضييع الوقت في الحيلة الفلسطينية التي وصفت من قبل الجانب الإسرائيلي بأنها خدعة. هذه نصيحة بنيامين نتنياهو لمجلس الأمن الدولي. يعني كيف تبدو إسرائيل متوترة وقلقة من الخطوة الفلسطينية وما هي أبعادها في كشف السياسة الإسرائيلية التي تلجأ دائما إلى جر الفلسطينيين إلى مفاوضات لا طائلة من ورائها تستهدف استنفاد الوقت؟ نعم، دعنا نعود إلى أصل الأشياء وهي أن إسرائيل لديها مشروع هدف الأساسي الاستيلاء على كل فلسطين، ولذلك تنزعج جدا عندما تتحدث المقاومة الفلسطينية على أن فلسطين كلها لنا. إذن لدينا طرفان، الطرف الأول فلسطيني صاحب الحق الذي يرى أن كل فلسطين له ولو على سبيل التفاوض أو رفع السقف، ولكن هناك في إسرائيل هناك خطة مبيتة للحصول على كل فلسطين وتغييب كل ما هو فلسطيني، حتى أنها في هذه المرحلة كمان تحاول ومنذ مدة طويلة كما لاحظت في العمل الدبلوماسي وفي الملاحظة العامة أن إسرائيل فعلا لا تريد أن تسمع شيئا عن اسم فلسطين أو الفلسطينيين، وأن ما تقوم به عملية إبادة شاملة وليس مجرد عدوان. لهذا فإن إصرار الجانب الفلسطيني الآن على أن يتحدى هذا المخطط الإسرائيلي ويصر على أن هناك شعب آخر اسمه فلسطين اسمه الفلسطينيين وأنهم مصرون على البقاء وأنهم يقبلون بالحد الأدنى وهو 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية حسبما فهم العالم أو العالم الخارجي قرار التقسيم قرار 242 وليس قرار التقسيم. طبعا في قرار التقسيم إسرائيل خدت 43.5% يعني أكثر 56.5% وتركت 43.5% للفلسطينيين، ولكنها في الفترة من 48 بعد أن قامت على قرار التقسيم وسنة 67 تمكنت من أن تضم أكثر من 21.5% من الأراضي نعم. ولكن فسر القرار 242 على أن هذا يضم إلى إسرائيل. طيب دكتور عبد الله يعني كيف يبدو التوتر الإسرائيلي من التحرك الفلسطيني الآن؟ نريد أن نصل إلى هذه النقطة. الإسرائيل متوترة للغاية لأنها لا تريد أبدا طرفا ثالثا وخصوصا الأمم المتحدة، ولعل ذلك يذكرنا بقرار الجمعية العامة في عام 2003 في ديسمبر عندما أحال القضية إلى محكمة العدل الدولي. إسرائيل استماتت والولايات المتحدة استماتت حتى تميت القضية، ولكن صدرت وثيقة بالغة الأهمية في 9 يوليو سنة 2004 هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الذي يؤكد ويضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للقضية الفلسطينية. لكن لم تجبني على سؤالي دكتور عبد الله، الآن في هذا الوقت كيف تصور لنا التوتر الإسرائيلي؟ التوتر الإسرائيلي سببه أن إسرائيل فشلت في أن تخفي الجانب الفلسطيني
في أن تبعد أطرافا ثالثة في العلاقة بينها وبين الفلسطينيين، وهي بكل قوتها تستقوي على الجانب الفلسطيني الضعيف. ولذلك فإن العصبية التي تتميز بها إسرائيل الآن أنهم يمسون في الصميم جوهر المشروع الصهيوني، وهو المشروع الصهيوني يقول فلسطين كلها لليهود، ولكن الفلسطينيين يقولون لنا أيضا جزء من فلسطين ونصر عليه. والرأي العام العالمي وكذلك الحكومات العالمية سائمت من الموقف الإسرائيلي، ولهذا إسرائيل قلقة من تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدخول على مجلس الأمن حتى لو لم يتم الإقرار، وهذا مفهوم يعني، ولكنه تأكيد وتذكير للعالم لأن هناك شعبا اسمه فلسطين الفلسطينيين، وأن لهم الحق في أن يقيموا في أرضهم إلى جانب إسرائيل. طيب دعني أتحول دكتور عبد الله إلى دكتور نبيل ميخائيل في واشنطن. دكتور نبيل، أنت كمراقب، ما قيمة هذا التحرك الفلسطيني إذا كان نتنياهو نسفه بالتأكيد على أن المشروع لن يسرع عملية التوصل لاتفاق، إذ أن الأوضاع يعني ستبقى على ما هي عليه ما لم يوافق الجانب الإسرائيلي على ما فيه على ما فيها في ذلك؟ لا، هناك جوانب هامة وفوائد أكيدة من تحرك فلسطيني دبلوماسي. أولا، سيؤكد على أهمية الدبلوماسية الناشطة Active Diplomacy. ثانيا، سيحول القضية الفلسطينية إلى ملف ساخن Hot File، بحيث يهتم به العالم مرة أخرى. ثالثا، سيكون تحرك ذكي يربط ما بين الدبلوماسية الفلسطينية العربية الناشطة وأيضا قبول دولي وبالذات في أوروبا، وهذا أمر يعني تطور إيجابي يدعم القضية الفلسطينية ويؤكد ليس فقط على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو التعبير الذي استخدم في المحافل الدولية لفترة طويلة، بل على إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر أيضا يحل مشكلة القدس المدينة المقدسة، لأن في الغالب ستكون أو سيكون جزء من القدس الشرقية عاصمة للأجهزة الإدارية للدولة الفلسطينية الفتية. كل هذه الأمور هي اتجاهات يعني إيجابية في الدبلوماسية الدولية من ناحية، وفي الأوضاع العربية من ناحية أخرى. ولكن دكتور، يعني الإسرائيليون يرفضون تقسيم القدس، أليس كذلك؟ نعم، لكن القدس ممكن أن تكون موحدة، ويمكن أن يعني يعلنها الفلسطينيين عاصمة لهم، وأيضا يحتفظ الإسرائيليين بحقوقهم ك يعني عاصمة لهم. فستكون هناك أماكن يعني القدس مقسمة إلى 4 مناطق، القدس الشرقية والقدس الغربية، وأيضا القدس الشرقية هي الحي الإسلامي، الحي المسيحي، الحي الأرمني والحي اليهودي. فستكون هناك أماكن متسعة لوجود أجهزة إدارية يعلنها الفلسطينيين عاصمة لها عاصمة لهم، ويعلنها أيضا الإسرائيليين عاصمة لهم. فأي تحرك فلسطيني لإقامة دولة فلسطينية سيحل مشاكل كثيرة، وأتمنى أن تنتبه أمريكا إلى هذا. ماذا يدور في واشنطن؟ أمريكا ستصوت بالفيتو، حق الاعتراض، لكن هناك سؤالين في غاية الأهمية ويجب أن يكون التحرك الفلسطيني على دراية بهم. أولهما، إلى أي مدى ستساند أمريكا إسرائيل في ضوء تأييد دولي بما فيها جارة أمريكا من الشمال كندا التي تؤكد على حق إقامة دولة فلسطينية، وأيضا حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا أو في حلف الناتو أيضا يؤيدون قضية فلسطينية ودولة فلسطينية. إلى أي مدى ستلتزم أمريكا بالدفاع والاستمادة في الدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية؟ الأمر الآخر هو قضية المسؤولية. نعم، من المحتمل أن تصوت أمريكا على بالاعتراض على حق إقامة دولة فلسطينية، لكن ما هي مسؤوليتك من أجل إزالة مخاوف الفلسطينيين وإزالة مخاوف الإسرائيليين؟ يعني الفيتو حيزيد من عبئك على أن تكون الطرف الذي يلتزم بحقوق الفلسطينيين وحقوق الإسرائيليين. أخيرا، إذا كان هناك خلاف داخل واشنطن العاصمة حول قيام دولة فلسطينية، ما هي الأجهزة وما هم الأطراف وهم ما هم اللاعبون في طيب. في هذا الصراع؟ سنأخذ أيد البنتاغون دولة دكتور فلسطينية. سنأخذ هذه الجزئية من الجانب الأمريكي، سأعود إليك لاحقا. أتحول إلى فلسطين والأستاذ عباس زكي. أستاذ عباس، وزير المالية الإسرائيلي المقال ورئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد قالها صراحة: نحن لن نقسم القدس.
هذا لن يحدث حسب قوله، في إشارة إلى أحد أهم بنود المشروع المقدم لمجلس الأمن باعتبار القدس عاصمة للدولتين، مؤكدا كذلك إذا كان هذا يعني أنه لن يحصل اتفاق فليكن. ماذا أنتم فاعلون خاصة وهم يرحبون بإمكانية التوصل لاتفاق بدون تقسيم القدس؟ يعني أولا بدي أحيي الأخ عبد الله الأشعل والأخ نبيل ميخائيل، والله إنه استضافتهم، هم فلسطينيين بالفطرة، يعني هذا الكلام بوعي عن حقيقة أوضاعنا وعن الدور الأمريكي وعن التطرف الإسرائيلي أعتقد له قيمة ودلالات مهمة. وبالتالي أنا بدي أقول إنه مش يائير فقط اللي كل الذين أصحاب قرار في إسرائيل بيقولوا لهم ثلاث ثوابت: القدس عاصمة أبدية موحدة، المستوطنات الأمنية باقية، والسيادة لنا في الضفة الغربية ويفرضها جيش الدفاع، وبالتالي الانسحابات جذرية. طيب أما غزة ليبتلعها البحر أو نعم تصبح دولة عظمى. هذا واضح أستاذ عباس، لكن لأنه بيعتبر ما الذي يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية؟ نحن أولا نجدد الآن برامجنا ونصلب أنويتنا الداخلية ونرتب بيتنا وأولوياتنا مع تصعيد المقاومة الشعبية وعودة القضية إلى الحضن العربي الدافئ، وآخر محطة زيارة الأخ أبو مازن بعد 7 سنوات إلى الجزائر ذات معنى وقيمة، وإن شاء الله بتتخلص سوريا ومصر من مشاكلهم وبترجع الجبهة يعني العربية فاعلة، لأنه إسرائيل بالفوضى الخلاقة للإدارة الأمريكية تركت كل العرب أمام المجهول، وبالتالي لم يعد الفلسطيني فقط خايف على مستقبله، كل المنطقة، وكما قال نتنياهو نحن أمام سايكس بيكو جديد. وبالتالي المتحضرين في أوروبا، العالم اللي بيراقب هذه العملية يصطف معنا، احنا معنا على الأقل يعني روسيا، الصين، البريكس اللي هي جنوب أفريقيا، الهند، البرازيل، وما والعرب معنا كلهم، أوروبا الآن معنا، كل الناس بتحدثوا معنا إنه هذا الثور الهائج الإسرائيلي هو مشكلتنا، حتى الأمريكان. واضح. لكن الإدارة للأسف تقرأ المنطقة بعيون إسرائيلية. دكتور عبد الله، هذا أمر نعم في منتهى الخطورة، وعليها أن تدرك مصالحها زي ما حكى الأخ ميخائيل. دكتور عبد الله الأشعل، هناك اتفاق على أن الخطوة الفلسطينية مهمة جدا على الرغم من الألغام التي تهدد بنسف القرار الفلسطيني بالذهاب إلى مجلس الأمن. من بين أهم هذه الألغام خلاف للقدس، مسألة المواعيد النهائية التي يتحدث عنها مشروع القرار. ما هي المشكلة التي تراها واشنطن في هذه المسألة؟ عفوا، يعني السؤال موجه للأستاذ عبد الله الأشعال، يعني المشكلة التي تراها واشنطن في هذه المسألة التي حددتها المسودة للتوصل إلى اتفاق للسلام في غضون عام واحد وانسحاب إسرائيل الكلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية عام 2017. هناك 3 أعوام كاملة أليست كافية للتفاوض وإنهاء الاحتلال؟ هذه الخطوة العربية بالغة الأهمية، لأن الولايات المتحدة تتحدث بوجهين. الوجه الأول أنها تؤيد تماما ضم كل فلسطين إلى إسرائيل، ولعلني أذكر المشاهد الكريم بالخطبة التي ألقاها الرئيس بوش في آخر زياراته عندما ذهب في أبريل سنة 2008
إلى الكنيست وقال فيه أنني أعترف بالدولة اليهودية على كل أراضي فلسطين، وأتمنى أن أعيش كمان 60 سنة عشان أحتفل بمرور 60 سنة أخرى على قيام إسرائيل. هذا الموقف الذي تأكد في 14 أبريل سنة 2004 في خطاب الضمانات الذي قدمه بوش إلى شارون، بمعنى أن فلسطين كلها، وكذلك في عام 2002 عندما أصدر الكونغرس قانونا باعتبار كل القدس عاصمة لإسرائيل وإلزام الإدارة بأن تتصرف على هذا النحو، أعتقد الخطوة العربية هي صفعة الولايات المتحدة التي تدعي أنها وسيط وأنها يمكن أنها تأكل فلسطين لإسرائيل. هذه الخطوة في الواقع كشف للمخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يقول أن الأراضي الفلسطينية الذي يتحدثون عنها بأنها محتلة هي في واقع الأمر أراضي مستردة وليست محتلة، والأول قالوا متنازع عليها. لذلك فإن المشروع العربي يضع الأمور في نصابها ويطالب العالم كله بأن هذه الأراضي محتلة، وأن الاحتلال أطول احتلال في التاريخ، هذا الاحتلال لابد أن ينتهي، وأنه ليس هناك سابقة في التاريخ أن الاحتلال تم إنهاءه عن طريق التفاوض بين الدولة المحتلة وبين الإقليم المحتل، لأن إسرائيل لم تحتل، وإنما إسرائيل تدعي أن اليهود كانوا هنا من 4000 سنة. لهذا فإننا لابد أن نساند هذه الخطوة حتى لو هزمت في مجلس الأمن، هذه هزيمة إجرائية. ولذلك فإن في الفقه الدولي هناك رأي قوي جدا يعني تطور منذ حوالي 3 عقود، يقول أن مشروع القرار الذي يتم هزيمته عن طريق أو إعاقة صدوره عن طريق فيتو من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا إذا كان يتفق مع ثوابت القرارات السابقة فإن له حجية قانونية معتبرة. جميل. ولهذا عند النزاع على قيمة القرار فإننا نصر على أن هذا المشروع يعبر تماما عن على الأقل على الحد الأدنى الموجود في القرار 242. جميل. دكتور نبيل ميخائيل، إلى أي مدى تخرج السلطة الفلسطينية من خلال مشروع القرار من مظلة خارطة الطريق؟ وكيف تراها الولايات المتحدة أنها أخلت بالتزاماتها للرباعية الدولية؟ كل الأمور دي سواء خارطة الطريق أو الرباعية الدولية اللي بتدي توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق بعض الصلاحيات، كلها ترتيبات دولية أولا مهمة لأنها بتعطي شرعية للتفاوض الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وتعاملهم مع الإسرائيليين، لكن لن تحسم القضايا، لن تؤدي إلى تطور استراتيجي تصبح أمريكا مقتنعة بعده بقيام دولة فلسطينية. أهم حاجة أن القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ترى بمنظور ذكي تطورات الجيوبوليتكس في المنطقة. نحن أمام الأزمة السورية الخطيرة، هذا أمر أهم بكثير بخارطة الطريق. خارطة الطريق تسلسل زمني لعدة أحداث ستؤدي إلى تفاهم ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن المعطيات الاستراتيجية تتغير كل يوم، وبالذات بعد حرب غزة، وبالذات أيضا بعد المأساة السورية الدامية التي ستستمر للأسف لفترة طويلة، وهي أيضا تطرح قضية الجولان. فأنا أقترح على الإخوة الفلسطينيين الآتي، أن الجيوبوليتكس في هذه اللحظة ولشهور مقبلة وربما الأعوام المقبلة في صالح الفلسطينيين. لبنان ما زال هادئ نحمد الله رغم تركيبته الطائفية المعقدة. الأردن أيضا في وضع مستقر رغم تطورات الربيع العربي بكل مخاضاتها وصعوباتها. مصر تستعيد مكانتها. أهم شيء أيضا عودة روسيا إلى المنطقة، سواء اقتصاديا أو عن طريق محاولاتها للتعاون بخصوص النفط وقضايا البترول والغاز. العراق أيضا بدأ يستعيد قدراته. كلها أمور تجعل هناك نوع من الاستقرار الجيوبوليتيكي الجغرافي السياسي على الدولة الفلسطينية الفاتية الناشئة أن تبعث رسالة للعالم. الأمور ستزداد استقرارا، ولن نجد ظاهرة داعش ولا ظاهرة القاعدة ولا ظاهرة كل تلك الجماعات المتطرفة لو كان هناك دولة فلسطينية. نعم هناك في الجسم العربي
أمراض خطيرة مثل الأزمة السورية، مثل الموقف في اليمن، مثل النووي الإيراني، مثل قضية ليبيا، لكن هناك أيضا بوادر استقرار طويلة الأمد تستطيع الدولة الفلسطينية أن تكون ركن هام من تلك التطورات الاستراتيجية. فأنا يعني أعطي درجات أهم لتطورات استراتيجية تجري في المنطقة سواء سلبا أو إيجابا، بعيدا عن الرباعية الدولية وخارطة الطريق لأنها خرجت عن الإطار الزمني المخصص لها. في السياق ذاته أستاذ عباس زكي، إلى أي مدى يعني ذلك أن الولايات المتحدة لم تعد الراعي الدولي لعملية السلام طالما أن الأمر تحول إلى مجلس الأمن الدولي؟ أولا نحن تمنينا أن تنجح الولايات المتحدة لأنها هي الحليف الاستراتيجي الوحيد في العالم لدولة إسرائيل، وبالتالي هي شريان حياة إسرائيل ومدها بكل أشكال القوة لتدمير الحالة العربية متجاهلة مصالحها في المنطقة. ولكن نحن بعد ما طلب كيري من 6 إلى 9 شهور وفشل، وكان 18 وزير عربي يؤيد ذلك في عمان، لما فشل انه يطلع الدفعة الرابعة من المعتقلين او الأسرى ما قبل اوسلو وعددهم 26، يعني واسرائيل استخفت ذهبت في الاستيطان رغم الاتفاق على وقف الاستيطان والتنكيل بشعبنا. كيري قال انه سبب تعطيل التسوية اسرائيل، ولكن من المؤسف ان الكونغرس طالب بإقالة كيري وهو وزير سيادة، دلالة على انه تغلغل اللوبي الصهيوني في داخل الولايات الادارة له دور كبير جدا. وبالتالي نحن بنقول انهم اعلنوا الامريكان عجزهم عن اقناع اسرائيل باي شيء ولا ينجحوا الا بالضغط علينا. وبالتالي هنا نحن وصلنا الى مرحله لا يمكن ان نعطي فرصه لمزيد من يعني الدمار للحاله الفلسطينيه. ومن هون واثقين كل الثقه، احنا عندنا 138 دوله في نوفمبر 2012، وامريكا كانت معها 9 دول المعروف منها 2 يعني تشيكيا وكندا. وبالتالي العالم معنا الان، واحنا مع يعني بقناعه كل اللي كانوا يتحدثوا عن التسويه والسلام الان يعضوا اصابعهم. صحيح كسبنا العالم، ولكن اذا استمر الحال نخسر جبهتنا الداخليه، لانه اللي بيشوفوه اهلنا كل يوم من مصادره اراضي وقطع اشجار، وحتى قتلوا الوزير الذي يحمل غصن زيتون، وحرقوا ابو خضير في القدس، واصبحت الحاله الفلسطينيه لا تحتمل استمرار ان نكون عبيد. طيب دكتور عبد الله، البعض من المراقبين يذهب الى ان المشروع الفلسطيني المقترح يعكس بعض الافكار الاوروبيه، لذلك دخلت فرنسا وبريطانيا والمانيا على الخط لتعمل على صياغه مشروع سيقترح اتمام محادثات السلام خلال 2 عام، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. كيف يمكن أن يكون المشروع الفرنسي بديلا عن المشروع الفلسطيني لتلافي عدم تمريره؟ طبعا المشروع الفرنسي هو يمثل اتجاه في أوروبا متماهي مع إسرائيل، أو أنه يتسم بدرجة عالية من النفاق. هو في الوقت الذي يريد أن يكون له دور فهو لا يصر على أن يكون الدور إيجابي لصالح الحق والقانون في المنطقة، ولهذا فالهدف منه هو إحباط المشروع العربي وإعادة الكرة مرة أخرى إلى الملعب الإسرائيلي حتى يمكن أن تتلاعب الجانب الفلسطيني. ما دامت إسرائيل لديها كل أوراق القوة وتحتل الأراضي ولا يحاسبها أحد، وهي ولدت خارج رحم القانون الدولي، وما دام الجانب الفلسطيني ممزقا من ناحية ووحيدا بعيدا عن
الحاضنة العربية، فأنا أعتقد أن المفاوضات عبث في عبث، وخصوصا وأن مبادئ المفاوضات ليست قائمة. لا يمكن أبدا إجراء مفاوضات في الفراغ. إسرائيل لديها مشروع تصر عليه، وذاك يستحيل أن توافق على وقف الاستيطان، لأن الاستيطان أهم أداة من أدوات المشروع الصهيوني وضم الأراضي، وكذلك الجدار العازل في الضفة الغربية، وكذلك موضوع كان الهجرة منذ وقت طويل هي الأساس في المشروع الصهيوني لجلب السكان إلى فلسطين. لهذا السبب أقول أن موضوع الاستيطان هو أساسي في المسألة. لا يمكن لإسرائيل أن تق ولا تستطيع أمريكا كما رأينا أنها ترغم إسرائيل على ذلك. نعم. لأن إسرائيل عند الولايات المتحدة أعز عليها من كل الجوانب الأطراف العربية والفلسطينية. دكتور نبيل، بالرغم من عدم بلورة المشروع الفرنسي حتى اللحظة بشكل كامل، ما هي توقعات بشأن المضمون الحقيقي، وكيف سيعالج نقاطا صعبة مثل السيطرة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ ده سؤال مهم، لأنه بيصب في جوهر التطورات المستقبلية للقضية الفلسطينية ومرحلة الانتقال من ثورة إلى دولة. وأشكرك وأحييك على ذكر فرنسا، لأن ممكن فعلا تجربة فرنسا تتكرر في فلسطين. فرنسا واجهت موقف ثورة شعبية هائلة في الجزائر منذ أكثر من 50 سنة. لو يعني هناك مفاوضات بتجرى بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وهناك غضب فلسطيني، وهناك انتفاضة فلسطينية، يعني ما سيطلبه العالم أكثر من الفلسطينيين؟ الصبر. يعني خلاص هناك حدود للمعاناة البشرية. فأعتقد أن الدبلوماسيين لو أرادوا فعلا استقرار دولي وإقليمي يزغوا وينصتوا للمطالب الفلسطينية. فالخلفية التي ستجرى عليها مناقشة الاقتراح الفرنسي الأردني ستتم أيضا عن طريق صلات أو بما سيجرى في الأراضي الفلسطينية. ده أمر مهم. فإزاي إسرائيل هتواجه ثورة شعبية، وما مصلحة أمريكا في إخمادها؟ لأن ده هيخلي أمريكا أولا منتقدة من الناحية الأخلاقية، اتهامات بالانحياز، وأيضا مسؤولية. إلى أي مدى ستلتزم أمريكا بالدفاع عن إسرائيل؟ دي قضية مهمة. أما بالنسبة لقضايا اللاجئين مثلا، القدس أنا لا أراها مشكلة، لأن فعلا ممكن أن يعلن الطرفان القدس عاصمة لهم. اللاجئين هناك كان اقتراح ذكره دينيس روس أيام كامب ديفيد الثانية بعودة الفلسطينيين إلى مناطق فلسطينية، وربما أيضا ستكون هناك تحرك فلسطيني سكاني من عدة مناطق في العالم إلى مناطق فلسطينية تدار بمعرفة الحكومة الفلسطينية، وأنا أركز على كلمة الحكومة وليس السلطة. المستوطنات ستكون قضية خطيرة جدا. لماذا بعد إعلان دولة فلسطينية؟ لماذا الحكومة وليس السلطة؟ هل كان توضح دكتور؟ لأن هتكون هناك حكومة منتخبة، حكومة شرعية، حكومة معترف بها دبلوماسيا، حكومة ترسل مبعوثين ودبلوماسيين يمثلوها، مش بس مسؤولين إداريين يرعوا القضايا الفلسطينية أو شؤون الفلسطينيين زي مثلا المراحل الاستعمارية، أن هناك مندوب سامي يدير دولة. لا، هناك حكومة تعبر عن شعب ما يعيش في منطقة ما. أعود مرة أخرى إلى قضية المستوطنات، هتؤثر على قضية السيادة. فلسطين تريد سيادة على أراضيها. فالسؤال هو هل سيلتزم الإسرائيليين؟ يعني الإحصائيات الحالية أعتقد أن هناك تقريبا 500,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة، والضفة سكانها يقترب من حوالي 5 إلى 6 مليون، يعني 10% من السكان. هل سيلتزمون بالقانون الفلسطيني ولا بالقانون الإسرائيلي؟ فهتكون قضية مهمة جدا، وقد تؤدي إلى عنف وصراع، وأيضا هتكون مشهد مثل الجزائر في أواخر الخمسينيات والستينيات. نعم. فأكيد العالم المجتمع الدولي سيتدخل مرة أخرى، بس دعونا الأول نحصل على دولة فلسطينية نهدئ الأوضاع في المنطقة،
يكون هناك تطبيع واعتراف ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم والفلسطينيين. نعم. لأن هتكون مرحلة الدولة الفلسطينية على خطوتين، فلسطيني إسرائيلي وفلسطيني دولي. لكن ستظل طبعا قضية المستوطنات عالقة وقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة. سبع بزكي، الرئيس أبو مازن تحدث صراحة عن خيارات عدة في حال فشل مشروع القرار ولم ينتهي إلى شيء. أبرز هذه الخيارات هي وقف التعامل الكامل مع إسرائيل. ما هي التداعيات التي يمكن أن تصيب الجانب الفلسطيني من جراء ذلك، وفي مقدمتها حل السلطة الفلسطينية نفسها؟ أولا يعني لدينا نحن أولا الذهاب إلى الآي سي سي وكافة وكالات الأمم المتحدة، ولدينا يعني الأمال العريضة على غزو إخراج إسرائيل من وعي حتى أصدقائها نظرا لجرائمهم، وخاصة أنهم الآن يقود إسرائيل متطرفين مستوطنين وعندهم انتخابات، والفوز بأي مقعد هو بمزيد من الدم الفلسطيني، وهذا الأمر سيضعهم في دائرة المجرمين الحرب الذي لن يقبل أحد بمثل هك جرائم. الثاني أننا سنوقف التنسيق الأمني والعلاقة ونعيد العلاقة، نراجع كل العلاقة مع إسرائيل، فك العلاقة مع إسرائيل، وبالتالي لدينا يعني صورة كاملة عن الوضع. أنا رأيي ما بنحل السلطة، السلطة ستواجه، لأن السلطة مش يعني بالصدفة، السلطة هي تمثل شعب. أثبت سنة 87 بانتفاضته الكبرى أن الحجر الفلسطيني الذي توفر كان أقوى من أي صاروخ عصري. لكن أستاذ عباس، والمرأة والشيخ في هل 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 من ضمن خياراتكم يعني حاجز الرعب؟ هل من ضمن خيارات الفلسطينيين القيام بتحرك شعبي للضغط أكثر على مسألة يعني تفعيل قيام الدولة الفلسطينية؟ هل هذا وارد لديكم؟ كل شيء لدينا العديد من الخيارات، ولكن تجربتنا أن نجرعهم السم قطرة قطرة. هم هزموا الأمة العربية كلها باسم جيش الدفاع، لكن يبدو أنهم لم يتجرعوا السم لأكثر من 50 سنة. سيد عباس، الدبلوماسية جيد جيد، احنا المهم ألا نفقد الأمل بأن نعيد هذه الأرض، وأن هذا الشعب الفلسطيني اللي إذا ما فقد الأمل صنع المعجزات، وبناضل طول هذا الوقت، هو مستند إلى قول الرسول الكريم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى أن يأتي أمر الله. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. إحنا مش استثناء. اثنين، إحنا ننتمي إلى أمة عربية قد تنهض. ثلاث، إحنا في مجتمع دولي، لن تكون أمريكا قدرا لهذه الكرة الأرضية، هناك معسكرات جديدة تتشكل الآن، وبالتالي يعني الطغيان الحاصل هذا له حدود، وإحنا مقتنعين أننا في نهاية المطاف منتصرون. نعم. طيب. لأنه طيب إسرائيل عمري عباس، أنا أكبر من عمر إسرائيل. ماذا سيحدث يعني لو ماذا سيحدث أستاذ عباس لو ترك، ماذا سيحدث لو ترك الفلسطينيون إدارة يعني مسألة الأراضي الفلسطينية لإسرائيل؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟ أولا نحن كل فعالية أولا على إسرائيل لا تحتملها، ولكن نحن في عنا قناعة وقدرة أن إسرائيل لن تكون قادرة على مواجهتنا، لأنه نحن إذا فتحنا أطلقنا العنان، هم أطلقوا العنان للمستوطنين تحت شعار الموت للعرب.
لا نحن عندنا نعم أستاذ عباس، أنا أذكرك أيضا بقول أبعاد إنسانية الرئيس محمود سياسية. عباس أذكرك بقول الرئيس محمود عباس أشار إلى في عبارة بالتحديد سنضطر إلى ترك الأمر إليهم إلى الإسرائيليين. الرئيس محمود عباس يتحدث بكل ثقة أن الإسرائيلي لن يستطيع ولا غيره أنه يتحمل مسؤوليات في الكثافات السكانية العالية التي هي مقبرة للإسرائيليين. وضحت الفكرة. أستاذ عبد الله الأشعل، دكتور عبد الله، كدبلوماسي ما هي أبعاد المعركة الدبلوماسية السياسية والقانونية داخل أروقة مجلس الأمن، وماذا تحمل في طياتها من تطورات خاصة في ما يتصل بانفتاح الفلسطينيين على مختلف المنظمات الدولية ونتائج ذلك التوجه على إسرائيل؟ طبعا هناك الآن دولة فلسطينية، هذه الدولة الفلسطينية تستطيع أن تنضم إلى كل المنظمات الدولية ولن يمنعها من انضمام الأمم المتحدة سوى الفيتو الأمريكي، ولذلك فإنها تستطيع أن تنضم إلى عشرات المنظمات الأخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية للICC، وتستطيع أن تدعي على إسرائيل وتستطيع أن تكشف الجرائم الإسرائيلية، وهذا يعتبر مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل قد استكانت إلى فكرة أن الجانب الفلسطيني يذبل وأنه في طريق إلى الموات، وأن الأمة العربية ماتت وأنها تمكنت من كل شيء وأنها تشكل مصير المنطقة كما ترى. من الظلم طبعا أن احنا نترك الفلسطينيين وحدهم على الأقل من ناحية الدبلوماسية. يعني أنا شايف الحقيقة الجامعة العربية لأول مرة تنهض الآن، والعالم العربي كله يقف مع الفلسطينيين في معركة هو في الواقع لن يدفع فيها مقابل، ولذلك على الأقل أن يساندها، والإعلام العربي لابد أن يخصص. ولذلك أنا بشكر قناة عمان الفضائية أنها خصصت هذه الحلقة لهذا الموضوع، وهي مسألة لم أجد لها نظيرا كثيرا في الفضائيات العربية. ضرورة التذكير في الرأي العام العربي والعالمي بأن هناك قضية ملحة، وهذه القضية هي حقوق الشعب الفلسطيني التي لم تتحقق، وأن فلسطين لن تكون مطلقا، وهذه وصية لكل الأجيال القادمة، لن تكون لإسرائيل. إذا كانت إسرائيل قد قبلت فإن المقابل هو أن تقبل الفلسطينيين الذين هم يجب أن يعطوا إسرائيل حق الحياة في هذه المنطقة. نعم. هذه الحقائق البسيطة لابد أن نذكر بها كل الناس. المعركة الدبلوماسية الآن مفيدة جدا، إنها تذكر بالقضية وأيضا تحبط المخطط الإسرائيلي بتغييب القضية، ثم أنها في نفس الوقت تحرج الولايات المتحدة التي تدعي أنها تريد السلام في المنطقة، وكل التطورات الحاصلة في هذه المنطقة بسبب غياب الحقوق الفلسطينية، سواء في المشكلة في العراق أو داعش أو الإرهاب، لأن الإرهاب يأتي عادة من الظلم والقهر من جانب الغرب ضد الدول العربية والإسلامية. نعم. إذا لم يكن ذلك مفهوما بالنسبة للولايات المتحدة الآن فسوف تفهمه غدا. القضية الآن لم تعد للولايات المتحدة وحدها، هناك دول كبيرة بدأت تظهر ومقتنعة في نفس الوقت، والحقوق لابد أن تعود، وإسرائيل تجرئ العالم على احتقار القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة. يعني الأمين العام للأمم المتحدة حبذا في هذه المرحلة لو ذكر مرة أخرى بأن إسرائيل عليها أن تطبق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإنما فتح صندوق في ذلك الوقت لكي يعطي تعويضات للفلسطينيين الذين صدرت أراضيهم. هذه مسألة خطيرة جدا، لابد من مذكرة عربية أيضا توقظ الأمين العام للأمم المتحدة على دورة القيام بواجباته فيما يتعلق بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في الشأن الفلسطيني. هذا أيضا يحرج إسرائيل ويضع إسرائيل أمام مسؤوليتها أمام الرأي العام الدولي. دكتور نبيل ميخائيل، عندما نتحدث عن فرص السيناريوهات الخاصة بالخطوة الفلسطينية، سنجد أن من بين أهم التوازنات عدم رغبة الولايات المتحدة في التأثير على تحالفاتها الإقليمية مع بعض الدول العربية الداعمة للمشروع الفلسطيني، وكذلك عدم إفشال تحالفها في الحرب على تنظيم داعش. ما قيمة ذلك في الحسابات الأمريكية
إزاء مشروع القرار الفلسطيني؟ ده سؤال مهم جدا، لأنه بيطرح قضية مدى وعي إدارة أوباما وأجهزة صناعة القرار السياسي الأمريكي الخارجي بالصورة شاملة، ليس فقط الملف الفلسطيني لكن الملف الإيراني، الملف العراقي، وأمن الخليج، وحتى التطورات مع روسيا، لأنها لها انطباعات مع على منطقة الشرق الأوسط. أنا شخصيا أرى أن إدارة أوباما ليس لديها خبرة كثيرة في قضايا السياسة الخارجية بصفة عامة وقضايا الشرق الأوسط بصفة خاصة، ففي الفترة الباقية من حكم أوباما ستكون هناك مشاكل في الربط بأسلوب ذكي وواعي بين تلك القضايا كلها والقضية الفلسطينية، سيكون هناك مجهود متفرق، وفي الحقيقة ده هيضر بمصالح أمريكا، لأن أمريكا ستعلن عن اتفاق ما حول النووي الإيراني، هذا سيؤدي إلى موقف ما من الدول العربية وبالذات دول الخليج، ستحاول أمريكا تهدئتهم، لكن هم في نفس الوقت غاضبون لتجاهل الملف الفلسطيني، ستحاول أمريكا إنهاء الحرب ضد داعش، لكن ستكون هناك تساؤلات إلى أي متى سيكون هناك تواجد مسلح دولي ضد داعش، وما هو مجهود العراق فيه، ستكون القضية الخاصة ب القضية السورية الخطيرة ما زالت معلقة، فأمريكا يعني مش عارفة تحرك قطع الشطرنج بأسلوب متماسك، خطوات متفرقة، فمن الأفضل الربط بين تلك القضايا، أولا أن أمريكا لها مصالح استراتيجية هامة مع الدول العربية، هذا يتطلب التعامل بجدية وبحث مع قضايا داعش، مع قضايا البترول اللي بيأثر على الاقتصاديات الدولية، مع قضايا إيران، وأيضا القضايا الفلسطينية. لو في مجهودات متوازية مخلصة في هذه القضية، يعني استراتيجية أفقية بدل ما هي تكون استراتيجية عمودية رأسية بتتحرك وفق الأحداث، الأمر هيكون مطمئن للدول العربية، ناجح لأمريكا، وأيضا يفضي إلى حل القضية الفلسطينية. فأتمنى أن أوباما يتبع سياسة موحدة وليست خطوات متفرقة لا تؤدي إلى أي خطوات ناجحة وتثير مخاوف الكل، ولا تؤدي طبعا إلى حل القضية الفلسطينية. أستاذ عباس زكي، إلى أي مدى يمكن أن يصب التحرك الفلسطيني سواء داخل مجلس الأمن الدولي عبر مشروع هذا القرار أو التوجه نحو المنظمات الدولية على كل من الانتخابات الإسرائيلية المبكرة بتوحيد صف اليمين وأيضا القوى الدينية المتطرفة في تحالف ربما يعيد نتنياهو إلى الحكومة؟ يعني أولا إسرائيل هي إسرائيل، وبالتالي أن نرهن أنفسنا بما سيجري في الانتخابات وبما سيجري أيضا في الولايات المتحدة اللي قريبا لديها انتخابات ونضيع الوقت، هذا أمر خطير جدا. إسرائيل تنهج التطرف حتى ونحن بعملية السلام، يعني ما كان قبل أوسلو كان 100,000 مستوطن، الآن 650,000 مستوطن، بلغت الجرائم في مرحلة السلام وليس في المراحل السابقة. من هنا أنا بس بدي أسأل سؤال على كل الناس اللي بيقولوا تحالف لمواجهة الإرهاب، أن نسأل، أليس الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم هو أعلى أشكال الإرهاب؟ لماذا نكيل بمكيالين؟ الذي يريد أن يحارب داعش عليه أن يحارب المستوطنين ويحارب إسرائيل لأنهما وجهان لعملة واحدة. فالوضع احنا الفلسطينيين صار عندنا رؤية واضحة وقناعة كاملة اننا قادرون ان نتصرف بتصرف الرواد، لاننا حراس اقدس بقاع الارض، اولى القبلتين وثالث الحرمين، ولا يمكن الا ان نضحي بما يفرض على العالم احترام دمنا ويضع اسرائيل في زوايا وفي خارج الوعي، لأنها أخذت أكثر من فرصة ولكن ضربت بها عرض الحائط. وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية فيها تحول لصالحنا،
فيما يزيد الآن على 5500 أكاديمي يقاطعوا الجامعات الإسرائيلية. نعم. وفي هناك تحول جذري من أصدقاء إسرائيل ضد ما يجري من تطرف وغلواء، وبالتالي أنا واثق تماما إنه إسرائيل ستصبح عبئا على أصدقائها، وسنحرز نحن تقدم غير مسبوق في احتلال أدمغة العالم. دكتور نبيل، في واشنطن، يعني ما هو تأثير ذلك على العلاقات الفلسطينية الأمريكية التي ترفض الخطوات الأحادية من جانب السلطة الفلسطينية تجاه هذا التحرك؟ بمعنى ده سؤال مهم ويحتاج إلى حلقة خاصة، ما هو حجم وتأثير تغييرات رأي العام الأمريكي حول القضية الفلسطينية؟ هناك عدة مدن أمريكية حتى وصلت إلى أنها تقاطع البضائع الإسرائيلية لو كانت مواني. هناك مؤسسات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي بما فيهم اليهود الأمريكيين يتحولون الآن إلى انتقاد إسرائيل والتقرب من الفلسطينيين. هناك أيضا يعني قادة للرأي العام يطالبون بسياسة عادلة، يعني عدد من قادة رجال الدين المسيحي وحتى اليهودي يطالبون بسياسة عادلة تجاه الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. ده موضوع مهم جدا ويحتاج إلى شرح أطول، لكن لو قدمت نصيحة للفلسطينيين أطالبهم بأنهم يقدموا صورة طيبة عن الفلسطينيين داخل المجتمع الأمريكي. هنا في واشنطن هناك سفارة للسلطة الفلسطينية يرفرف فيها العلم الفلسطيني، ليست بعيدة عن البيت الأبيض. العرب عندما حلوا بأمريكا قدموا صورة طيبة، الأطباء المصريين، رجال الأعمال اللبنانيين، طلبة عمان، بعض الفلسطينيين واللبنانيين الذين حلوا كلاجئين، كلها أمور أقنعت الشعب الأمريكي. أشكرك دكتور نبيل. حضارة العرب و أشكرك دكتور نبيل. نتمنى أن الفلسطينيين يحزوا هذا الحزم. باختصار دكتور عبد الله الأشعل، كيف نقيم التحرك الفلسطيني أو الخطوة الفلسطينية؟ هل حركة المياه الراكدة بشأن المفاوضات المجمدة باختصار؟ نعم، هذه الخطوة مهمة جدا وقد أزعجت إسرائيل، ولذلك يجب أن تستغل السلطة الفلسطينية هذا المناخ العام لكي تدقق في شروط العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. إذا كانت هذه الخطوة الفلسطينية هي أداة من أدوات الضغط فقد نجحت نجاحا باهرا في تحقيق ذلك. أشكر ضيوفي من فلسطين الأستاذ عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن القاهرة الدبلوماسي والأكاديمي الدكتور عبد الله الأشعل، ومن واشنطن دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.